نورا كانت كثير مأثرة، وشو كانت رح تتأثر أكثر وقت تسمع أغنية شو مبكيكي؟ سوا منرحب بالنجم اللبناني وائل كفوري. شو مبكيكي مني زعلاني براضيكي تزعل الدنيا وما تزعل زل منك دمع ببقى مش على بعض جمع ضايع ما بلاقي حال أنا مش أنا بدي أعرف شو مبكيكي زعلاني براضيكي تزعل هالدنيا وما تزعل حياتي أنا كل ما تنزل منك دمع ببقى مش على بعضي جمع ضايع ما بلاقي حال وأنا مش أنا إلا ما شوف الضحك مش ممكن ارتاح بدي أعرف شو مبكيكي مني زعلاني براضيكي تزعل هالدنيا وما تزعل حياتي أنا تزعل هالدنيا وما تزعل حياتي أنا إلا ما شوف الضحكي مش ممكن ارتاح خلي عينيك تحكي غرام للنجم وائل كفوري وميشيل أزي.
وستار أكاديمي هو برنامج الشهرة والفرص الحقيقية يلي بيجمع نجوم كبار وشباب على طريق النجومية. ميشيل ما رح ينسى اليوم اللي غنى فيه مع وائل كفوري، وهون بشكر وديع برعد على تمرينه للطلاب. وهلأ كل الأنظار مسلطة على التوب فايف، فشو وضع التوب فايف هالأسبوع؟ بالتوب فايف لهالأسبوع، المرتبة الخامسة كانت من نصيب لارا. لارا عطاء متواصل وتقدم سريع، كل أسبوع بتأكد إنها متميزة وعندها حيوية ملفتة على المسرح. في المرتبة الرابعة عبد العزيز. بتميل العيون على خدك وتشاهد جناين ورد. عبد العزيز بكل برايم عم بيلمع أكتر، وبكل يوم عم نكتشف إنه صوته كنز وبيعرف منيح يوصل إحساسه بكل أغنية. المرتبة الثالثة احتلتها بسمة. بسمة عندها قدرات صوتية مهمة جدا وتأثير واضح على المستمع، وبكل برايم بتحصل على درجة جيدة جدا. بالمرتبة الثانية برايم. إبراهيم تراجع للمركز الثاني وبعده بطليعة الطلاب أصحاب الحضور المحبب والأداء الجميل، وبالبرايم وجه بيضوي وقلبه بيغني. أما المرتبة الأولى محمد. أثبت على مدى 4 أسابيع إنه متعدد المواهب، غنى بالعربي وبالأجنبي، وبكل امتحان وبكل وقفة مسرحية عم يظهر عن قدرات فنية عالية. محمد باش، إبراهيم، بسمة، عبد العزيز، لارا، هودي هني أفضل 5 طلاب لهالأسبوع. لكن إذا تراجعوا أو وقفوا محلهم فيوم الثلاثة رح يكون صعب عليهم، وما في حدا نحمي بالأكاديمية. مبروك للشباب والصبايا توب فايف. مبروك محمد. الله يبارك فيك. بصراحة محمد، بصراحة اسم مين كنت متوقع تسمع بالمرتبة الأولى؟ بصراحة متوقع اسم ناصر. والله متوقع اسم ناصر. أوكي، Good luck ناصر، بلكي next week you never know. مبروك إذن محمد، أكيد ما حدا بيوصل للمرتبة الأولى من دون تعب. خلينا نشوف سوا شو هي الهدية تبعيتك. محمد باش، مبروك عليك المركز الأول. صحيح في طلاب قبلك ربحوا سفرات على إسبانيا وعلى إيطاليا، لكن أنت هديتك مختلفة. مختلفة؟ لكن مش كتير. عندك خيار بين 2، أو بترافق يحيى على إيطاليا أو بترافق إبراهيم على إسبانيا. مع مين رح تنقي تروح وأي بلد بتفضل؟ القرار إلك، وناطرين منك جواب عاجل وفوري. شو يا محمد؟ إسبانيا. إسبانيا؟ إسبانيا. مع إسبانيا. مع إبراهيم. إن شاء الله بتنبسطوا سوا. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ومبروك لإلك ولكل التوب فايف. ناصر إن شاء الله next week. أوكي. قالوا له بتحبي تقولي له شيء لمحمد؟ كان بدي أسأله إذا عبالي يروح غير محل، بس لا مصر إنه مع إبراهيم. ظابطة معه القصة. شو يا محمد؟
خلاص على اسبانيا معك كمان ما في مشكله. اصلا بدي اقول انه باش غير عنه طالب كثير شاطر، باش باخلاقه بتصرفاته مع اصحابه بالاكاديميه، باش بجنن اصلا.